أعمال الاجتماع السوري الروسي لمتابعة عودة اللاجئين والمهجرين السوريين. تشهد قاعة قصر المؤتمرات بدمشق نقاشات نشطة بين جهات حكومية روسية وسورية. الاجتماع الأبرز يطرح ملف الطاقة في ظل نقصها المؤثر على مختلف جوانب الحياة في سوريا. تطرقنا للمواضيع الرئيسية المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة ومشاركة الشركات الروسية في تطوير حقول النفط والغاز في سوريا ووضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة السوري بما في ذلك تطوير مجال الطاقة الشمسية. الجديد هو موضوع في عندنا شركتين روسيات تقدموا بمنتجاتهم اللي هي في مجال الكنترولينج والتحكم لمحطات التحويل، وفي في شركة في عندها منتجات في الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقات المتجددة. زودنا نحن الجانب الروسي بما توصلنا له في الطاقات المتجددة في سوريا والوضع الحالي لإلها، ونحن جاهزين للتعاون أيضا معهم في هذا المجال. الدعم الروسي للحكومة السورية بجهاتها المختلفة لا يقتصر على قطاعات بعينها. المسائل التعليمية والمالية تحظى بمناقشات واسعة وبحث لمشاريع مشتركة، إضافة إلى اتفاقات متبادلة مع تأكيد أهمية تبادل الخبرات. تم الحديث عن آليات التعاون اللي رح يتم العمل عليه، اتفاقيات ممكن يتم دراستها لتوقيعها مع الجانب الروسي. طبعا صار في تبادل لحالات عملية بين الجانبين بقصد اعطاء خبرة للطرف الثاني يطلعوا على حالات عملية. مثل ما حكينا هي مو اول اجتماع، وفي خطة ممنهجة، خطة مسبقة معدة، وان شاء الله رح يصير في اجتماعات مقبلة لاستكمال النقاط اللي تم مناقشتها. جامعتنا تمتلك امكانات هائلة للتعاون مع الجامعات السورية. التقينا مع ممثلين عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وناقشنا إمكانية إقامة علاقات تعاون مع جامعتنا في مجال صناعة الماكينات. تستكمل الاجتماعات الروسية السورية المشتركة خلال الأيام المقبلة بوفود مكثفة وجهود متراكمة تؤكد الدعم الروسي الثابت لسوريا من أجل عودة السلام والاستقرار.